بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وشركه ريبلس فاندرنج. طبعا ريبلس فاندرنج لما هنتناول البرنامج الخاص بيها دون البحث في مدى مصداقيه الشركه، احنا هنتناول البرنامج الخاص بيها او عده برامج عندهم، النحاس والبرونز والفضه والذهب والماس. تمام، طيب شوف يا سيدي، طبعا اول ما يعني ذكرت هذه الشركة تذكرت مقولة كده وطنية زمان، لقد انتهى عهد الاستعباد. اه والله، يعني الراجل اللي عامل الخطط الخاصة بهذه الشركة ده راجل من ايام الاستعمار القديم بجد. يعني تخيل، بيقول لك ايه البروفيت تارجت 4 مرات، لابد ان تحصل على ايه 5% 5% 5% 5%، 4 مرات، عامل 4 تقييمات علشان هتعطيني حساب ب$5000. طيب يا سيدي، اقصى طموحاتي ماكسيمم فاندنج 10,000، يعني ال5000 دي بعد كده النمو هيكون 10,000، خلاص دي اقصى طموحاتك. تمام، الافريج 1 ل 200. انك تعمل 5% 4 مرات ده اعجاز علمي بجد. يعني انا مش عارف الراجل اللي عمل الخطة ده كان بيفكر ازاي، او مش ممكن مش ممكن مش ممكن حد يفكر هذا التفكير. كل ده علشان تيجي تقول لي اصل انت هتدفع $25. 25 دولار، لكن انا هصرف على الادوية والاطباء اكتر من $2500 عشان ادخل 4 تقييمات علشان احصل على حساب في نهاية الامر ب5000. انت متخيل؟ يعني داخل معاك 4 مرات بنجح علشان احصل منك على حساب ب5000، وبعد كده لما تيجي ترقيه هترقيه ل10,000. مهزلة، اقسم بالله مهزلة. طبعا هو بيقول لك الماكسيمم درو داون 10%، والديلي درو داون 5%، والافريج 1 ل 200، ومينيمم تريدرز تعمل يعني يومين نشط، وماكسيمم دي انليميتد. طيب يا سيدي تشكر، تمام، وريفاند 100%، يعني هتاخد ال$25 اللي انت دفعتها مع اول سحب طبعا، واول سحب ليك 80%، وبعد كده لما يحدث عملية النمو بتبقى 90%. لكن بصراحة صعب. طيب ال10,000 برضو نفس القصة، بس ده ب$40. ال20,000 نفس القصة بس ب$70، وهنا 40,000 أقصى طموحاتك، وهنا 20,000، وهنا 10,000. طيب نروح للبرونز. تمام، 3 مراحل، 3 مراحل، كل مرة أنت عاوز تعمل 5%. تمام، ماكسيمم درو داون 10%، وديلي درو داون 5%، والرفع 1 ل 200، ولابد عمل 3 أيام تداول نشط، وانليمتد، و80% ثم 90%، 40 ثم $60 ثم $100، وهنا اقصى طموحاتك هنا 40,000، وهنا 20,000، وهنا 10,000. تمام، 3 مرات بتعمل 5%. تمام، في حساب ب5000. هنا السيلفر 8% او 5%. تمام، لكنه خفض الحساب، اصبح 2500 بكام؟ ب$35. تمام، تحصل على بروفيت شير 70% ثم 85%، والمينيمم تريدنج خلاها 4 ايام، والافريج خلاها 1 ل 100، والديلي درو داون خلاها 4%، والماكس درو داون 10%. فهنا 5000، هنا 10000، هنا اقصى طموحاتك 20,000، 10,000، 5,000. هو بيلعب على مسألة ان دي حسابات صغيرة هتدفع فيها رسوم بسيطة. تمام، بعد كده الجولد، الجولد بقى هتعمل ايه؟ بروفيت تارجت 10% فقط. تمام، مرحلة وحيدة. تمام، ماكسيمم درو داون 5%، ديلي درو داون 3%، 3% مع حساب ب2500، الافريج 1 ل 50، 8 ايام تداول نشط، مشاركة الأرباح 60% ثم 75%، لا يوجد ريفاند. بسم الله ما شاء الله، اللي عامل الخطط دي جاحد يعني عارف لما تقول إن إنسان ده جاحد، ده جاحد
يعني مش عارف ماكسيمم فاندنج 5000، ده اقصى، وهنا الماكسيمم فاندنج 10000، وهنا 20000، هنا $100، وهنا 70، وهنا 50. والماس ده بقى الدايموند ده هتعمل 10%، ماكس درو داون 5%، الديلي لا يوجد، الليفرج 1 لـ50، مينيمم تريدنج 4 ايام، انليمت، البروفيت 50%. انت اعتبرت نفسك يعني تمويل فوري، يعني انت اعتبر 50% دي لا تكون الا في تمويل فوري، تمويل مباشر. انت بتدخلني تقييم وبتقول لي هتعطيني 50% وبتديني ايه؟ انت بتديني حساب بـ1000 دولار وتقول لي 50%؟ لا اله الا الله، سبحانك اني كنت من الظالمين بجد. يعني شركة مستفزة، يعني القواعد، يعني مش القواعد، احنا ما بحثناش في القواعد، يعني مش عارف اقول ايه. ده بـ45 دولار، معاك بقى ماكسيمم فاندنج لغاية 55000، والـ2000 ديت معاك لغاية 136500، والـ5000 دي معاك لـ212. يعني انت هتلعب على مسألة النمو، تمام؟ دي هتلعب فيها على مسألة النمو. ممكن واحد يكون بيحب المسألة ديت، بس يا جماعة برضو انت متخيل 1000 دولار وتقول لي الماكسيمم درو داون 5%؟ 50 دولار، والـ10% 100 دولار. يعني فين التراجع؟ لا ده عذرا، ده الماكسيمم درو داون 5%، ده 50 دولار، مفيش تراجع كلي، ده هو التراجع الكلي 50 دولار ماكس، والديلي درو داون لا يوجد 50 دولار، وهنا 100 دولار، وهنا 250. شيء لا يصدقه عقلي بجد. والبروفيت 10% و10% و10%. يا جماعة يعني يا ريت الراجل الجميل الكيوت اللي حط هذه الخطط يشوف شركات التمويل في سوق الفوركس، يا ريته يشاهد شركات التمويل في سوق الفوركس، لأن الراجل ده واضح أنه لم يرى أبدا شركات تمويل في سوق الفوركس. ده نزل من الفضاء الخارجي مرة واحدة وقال لك أنا هعمل شركة، ويلا يا جماعة الناس دي طيبة قوي، فإن شاء الله هيدخلوا يعملوا لنا 4 تقييمات، أو لا 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 بلاش الـ4 تقييمات، لا ده هيعملوا 3 تقييمات. مفيش الكلام ده. وإيه يعني الثقة اللي أنت جايبها ديت؟ حساب ب 5000 و10000 و20000، وهنا 2500 و5000 و10000، والجولد 2500 و5000 و10000، حسابات كلها صغيرة، 1000 و2000 و5000. انا ايه اللي يخليني اشتغل معاك بهذا الشكل؟ ما انا ادخل سوق الفوركس، ادخل الفوركس نفسه، تمام؟ اشتغل في حساب فوركس. ممكن في ناس تلعب على مسألة النمو، بس نمو ايه؟ انت عشان تنمو عايز معجزة بجد والله، مش بهول او بقول كلام كده او بنتقد الشركة. بصوا يعني انا محايد في الشركات، لا بنتقد ولا بمدح، تمام؟ لكن لما شركة تكون عاملة حاجة غير طبيعية غير منطقية، لازم اقول لها لا عدلي، الشركة دي لازم تعدل. أنا مش هبحث في المصداقية، مدى مصداقية هذه الشركة. دخلت على التراست بايلوت، وفي ناس قالت كويسين، وناس تانية قالوا يا ولاد كذا ويا ولاد كذا، ما فيش أي مشكلة. مش دي قصتي. القصة الأولى ليا هي البرامج الخاصة بالشركة. البرامج دي لأ، البرامج اللي أنت عاملها دي لأ، ما تنفعش، لا تصلح. يعني أنت الحساب ده مديهولي تراجع 250 دولار، انا كعلي يوسف هكسب قد ايه لما يكون تراجعي 250 دولار؟ هكسب قد ايه؟ هكسب 500؟ هكسب 1000 دولار؟ طيب ما انت هتقول لي 50 50، فانا هحصل على 500. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه كده؟ ايه فاهم؟ فانت لم تعطيني شيئا مثمرا، لم تعطيني مستقبلا مزهرا، فاهم؟
مزدهرا. مزهرا ايه؟ فوالله نسوني الكلام، الواحد خلاص تعب من الشركات ديت. لا لا انصح بهذه الشركة، لابد من هذه الشركة ان هي تعدل من هذه القواعد. مفيش حد هيدخل معاكو بهذا الشكل، الكلام اللي انتوا عاملينه ده عيب، عيب وحرام. وده استعباد للمتاجر. لما تعمل له 4 مراحل وتعمل له 3 مراحل وتعمل له 5000 و10000 و20000، يا راجل مش كده، مش كده. يعني احنا بنقول لشركات التمويل يعني حاولوا تخففوا القواعد، لكن تعمل قواعد بهذا الشكل علشان في النهاية يتقال عنك انك ارخص شركة تمويل، كما تقول اللي انت بتقول افضل اسعار في صناعة شركات التمويل. افضل اسعار بس احنا مش بندخل عشان افضل اسعار، احنا بندخل علشان افضل برامج وليس افضل اسعار، تمام؟ فيا ريت الشركة تفهم الكلام ده، ان انت اعمل برنامج جيد حتى لو اسعاره عالية مفيش اي مشكلة، الناس هتدخل معاك. لكن ما فائدة الاسعار المتدنية للغاية وانت عامل برامج تعجيزية 4 مرات؟ والله العظيم ده انا قعدت ساعة اشوف فعلا، والله يمكن انا ظالمهم، فاهم؟ وقعدت اعمل كده، ده كل مرة 250 دولار اللي هي ال 5000، اعمل 250 4 مرات. فعلا، ويعني يعني مش مصدق نفسي والله. ربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله ويعدلوا هذه القواعد، ونرجع نشرح مرة اخرى لهذه الشركة. شكرا جزيلا.